اليوم فقرتنا مشاهدينا بتهم الكل وخاصة الأمهات قد إيه عندهم مشكلة مع أطفالهم بأعمار محددة. اليوم رح نفرض مساحتنا الاجتماعية لنحكي فيها عن صعوبات التعلم عند الأطفال، آثارها وكيف ممكن نحن نقدر نعالجها، ونحكي عن الأعمار. كتير مهم نحن نعرف إيمت ببلش طفلنا يبين عليه إشارات إنه في صعوبات بالتعلم، وأكيد هدول الأسئلة اللي حتجاوبنا عليهم بيان عيد. بدي أقول لك صباح الخير يا بيان، وأنت حضرتك أخصائية تربوية. صباح الورد، يا هلا، يسعد صباحكم. صباح الخير بيان. يعني بالبدايه خلينا نحكي شو يعني صعوبه التعلم، ايمت فينا نقول عن طفل انه هو يعني ما عنده القدره انه يتلقى المعلومات التعليميه. صعوبة التعلم من اسمها هو في صعوبة معينة بالمجال الأكاديمي. تمام. كيف منبلش نلاحظها عند الطفل؟ نحن في عنا قسمين لصعوبات التعلم، قسم نمائي وقسم أكاديمي. أول ما ببلش الطفل عندك عم بلش يكبر، بلش صار عمره 4 سنين، صار عمره 5 سنين، تحس الأم أنه صار في عنده خلط ما بين مثلا جهة اليمين وجهة اليسار، بتحاول تعلمه ما بتلاقي عنده استيعاب. بنبلش نعلمه يكتب الأحرف، يكتب الأرقام، بيكتب بطريقة معكوسة، بيكتب بطريقة المرآة. يعني مثلا كلمة بابا ببلش من الألف بعدين بيكتب الباء، هاي بنسميها طريقة المرآة بالكتابة. هون نحن بنبلش من شك انه طفلنا في عنده صعوبة، بس مع الأسف نحن اليوم معظم الأهالي عم يكونوا غافلين عن هذا الموضوع، بفكروا انه ابنهم حتى يفوتوا على المدرسة لحتى يكتشفوا هذا. تمام، ببلشوا يلقبوا الطفل انه غبي او انه ما عم تعرف تتصرف او ما بتعرف تدرس. هون ببلش بقى المشكلة، ببلش الطفل شو بصير في عنده؟ بصير في عنده ضعف ثقة بذاته، بيحس حاله انه انا عن جد غبي، انا عن جد ما بقدر، انا عن جد عندي صعوبة معينة. هذا العمر عم نحكي عليه 4 سنين؟ 4 سنين لخمس سنين، هي لما نحن هلا في لسه اطفال في بنقدر نلاحظها من عمر 3 سنين، بس نحن نوعا ما العمر العام اللي الاهالي عم يفوتوا اطفالهم فيه على الروضه هو ما بين 4 لـ5 سنوات. طبعا. هون بنبلش نكتشف. امتى كمان بتصير المشكله الكبرى؟ لما بيكون الطفل عن جد موجود بروضه وحتى انسه الروضه غافله عن شيء اسمه صعوبات تعلم، يعني هي عم لانه لاحظت انه هذا الطفل شوي ماله كثير شاطر او ماله كثير، بطلت تهتم فيه، بصير التركيز على مين؟ على الطفل الشاطر. دائما هي فوبيا بكل المدارس. تمام، بتصير المشكله انه الطفل بينتقل على الصف الاول وعلى الصف الثاني. هون بتحسي كل ما المنهج عم يصعب، كنا بمشكله حروف وارقام، صرنا بعمليات حسابيه، صرنا بقراءه نصوص، ببلش هون عندنا الطفل بصير عنده صعوبه قراءه، بصير عنده صعوبه كتابه. طيب بس خلينا بس شويه نحكي عن المرحله التاسيسيه. تمام. اول 6 سنوات من عمر الطفل. تمام. هي مرحله تاسيسيه، ممكن الطفل يكون عنده مشكله بالسمع، ممكن يكون عنده مشكله بالنطق، يعني نحن دائما ما بنشيك على المشاكل الاساسيه، دائما بنتنمر على الاطفال مثل ما قلتي. تمام. حضرتك. تمام. هون خلينا نحكي يعني نحن باي عمر لازم نشيك على السمع، لازم نعرف انه هو ما عنده ادراك، يمكن عنده فرط نشاط، في كثير عوامل هي بنشاه الطفل بتبين، خلينا اذا بتريدي نحكي عنها. نحن من اهم نقطه بدنا نعرف ونركز عليها انه الطفل بالـ5 سنوات الاولى هو هلا عم يعني هلا سفنجه، خلينا نسميه قد ما زرعتي فيه هو عم يمتص، ما بعد الـ5 سنوات بيصير اصعب. فنحن هون دورنا بالتركيز بالـ5 سنوات الاولى، يعني نحن لما بلش الام صار ابن عمر ابنها 6 شهور 7 شهور، هي عم تبلش تكاغيله، عم تبلش تلعبه، عم تلاحظ ما في استجابه، هون يفترض انه نحن نبلش نشيك على سمع الطفل، نبلش نشيك على بصره. امتى؟ بحدود الـ4 5 شهور. هي من الشغلات اللي الاهالي بيستغربوا فيها، انه انا معقول بـ4 5 شهور بشيك على البصر؟ طبعا، ما انت لما تكوني عم ترضعي البيبي وانت مثلا لنفرض في عقد برقبتك، في سنسال، اذا مسكوا هذا الطفل معناتها بصره سليم، اما اذا كان ما عم يتفاعل معك بصره، ما عم يجي ببصرك، معناتها هون نحن في عنا مشكله معك لحد الـ9 شهور. انت خلال هالفتره هي يفترض انت تكوني عم تلاحظي، بس نحن معظم الحالات والمشكلات اللي نحن عم نواجهها وعم نشوفها انه هنا لبعد السنة سنة ونص بيلاقوا الطفل تاخر بالمشي، بيلاقوا الطفل تاخر بالحكي. هون ببلشوا يقوموا يدوروا، ببلشوا بيقوموا يبحثوا انه معقوله ابننا في شيء، ليش هن غفلوا عن هالمرحله هي؟ لانه معظم الاهل من عمر صغير عم توجه للالكترونيات، عم تحط الطفل على الاجهزه الالكترونيه، وبالتالي عم يغفلوا انه هذا الطفل حكى او ما حكى، بيقولوا انه خلص ساكت. مو معناته اذا الطفل ساكت معناته اموره بالسليم، في اطفال من عمر صغير ما بتقدر تعبر لا بالبكاء ولا بشيء ثاني، اذا نحن ما كنا يقظين ومتثقفين تربويا ما بنقدر نكتشف المشكلات اللي هن عم يواجهوها. حكينا عن شوي من الحالات ان كان بالنطق او الكتابه، مثل ما قالت ليا انه في اسباب لها،
يمكن لا ذكرتي شغلي، انا بعرف يعني حالي موجوده على الارض انه الطفل بخمس سنوات ما بيعرف يحكي، يعني بيقول احرف بسيطه، يعني له لا دلال انه الطفل عم يتدلل عليكي. ما خطر له كانت هيك مثلا، عرفتي انه العيله في حدا هيك تاخر بالنطق. تمام. شو طلعت المشكله؟ انه الطفل ما عم يسمع. تمام. عنده مشكله بالسمع يعني. تمام. بس تاخرت كثير عليه. تمام. اليوم احنا كيف ممكن احنا نتدارك هاي القصه؟ وشو ممكن ما بدنا نقول علاج، يعني هو تدريب بالنهايه يعني. طبعا طبعا اكيد هي خطة بالنهاية، خطة بتنوض على هذا الطفل. بدنا أول شيء الأهل تتقبل. نحن لحد الآن في أهل مثل ما ذكرت الأنسة، في أهل ما عم يقدروا يتقبلوا أنه طفلهم عنده مشكلة، بيقولوا أنه مثل عمته مثل خالته مثل أبوه، خلص معه بيمشي. لنحن في شيء لازم نعرفه أنه أجهزة النطق ما كلياتها بتكتمل إلا ليصير عمر الطفل عمره بين 6 وبين 7 سنين. مثل بعض أطفال ما بتلفظ حرف الراء مثلا، بنقول معلش عطوهم مجال ليصير عمرهم 6 سنين لحتى يقدروا ينطقوا. بس نحن وين دورنا؟ دورنا بهالمرحلة أنه نحن نحاول ندربهم قدر الإمكان، نحاول نعرضهم على أخصائي نطق. هذا الشيء كثير كثير صح بهالمرحلة، أنه نحن نبلش جلسات علاجية مع أخصائي نطق لحتى يقدر الطفل يتجاوب معنا ولحتى يقدر يعطينا الشغلات اللي نحن بدنا إياها. لكن نحن حكينا عن المراحل الأولى، ولكن في تركيز على قصة أنه الأم دائما هي مثل هاي عن الولد، مثل ما حكينا في الإلكترونيات، إن كان موبايل إن كان تاب أو إن كان بيبي سيتر مربيات، أو إن كان بتحطه عند ستة اللي هي كبيرة بالعمر أو حدا من القرايبين، فهو ما حدا كتير عم يتعاطى معه لهذا الطفل. هون خلينا نحكي عن هذا التكوين قديش بيكون سيء بعد الأم عن طفلة. ما بدنا نحط اللون كله عن الأم، بس إنه بدنا نحكي بهذا الموضوع قد مهم، حتى لو قبل ما ينام إنه نحنا نحكي مع ابننا حتى لو ساعة. طبعاً أهم مثل ما ذكرت قبل شوي، أهم مرحلة عمرية هي الخمس سنوات الأولى للطفل، عم يكون فيها اللغة الأم. تماماً. بعض مثلاً الحالات اللي أنا هلا عم بعالجها. بس البيبي سيتر هي ممكن تعطي اللي بدها تعطيها الأم أو أكيد أو لا. أي حدا. أكيد لا. لا تنسي إنه مثلاً البيبي سيتر قد تكون لغتها أو اللكنة اللي بتحكي فيها أو كذا، كلها تختلف عن الشيء اللي الأم حابة هي تزرعه بابنها. بتلاقي هون بتلاقي بلش الفروقات. حتى لما الأم بتعرضه للإلكترونيات، معظم اللغات اللي عم تابعوها الأطفال هي لغة تانية، يعني هي صح. قد يكون عم تابع فيديوهات إنجليش، قد يكون عم تابع لغات فرنسي. شو بيصير عنده؟ صار عنده خليط ومزيج ما بين اللغات. ما عاد قدر تلاقي الولد ساعة بيحكي كلمة إنجليزي ساعة عربي، ما عم يقدر يوصل لك الشيء اللي بدنا إياه. معلش شعرات يحكي هيك وينطق بس. المشكلة إنه لا عم نحكي هي صح ولا عم نحكي هي صح. لو عم نحكي وحدة فيهم بطريقة صحيحة بقول لك ماشي الحال. بس نحن أول شيء بدنا يعني نعرف إنه اللغة العربية هي لغتنا الأم، وهي اللي لازم تنزرع عند الطفل بطريقة صحيحة. كيف تنزرع؟ تنزع من خلال الحوار بينه وبين أمه. النقطة اللي ذكرتيها جدا مهمة، اللي هي ساعة ما قبل النوم، يعني هي قصص ما قبل النوم كتير أهل غافلين عنها. يعني أنا قادرة أني أنا أعدل سلوك طفل كامل بحاله من خلال أني أنا أقعد معه ربع ساعة على نص ساعة قبل النوم، أني أنا أحكي له قصة من المواقف اللي أنا لاحظتها على ابني ومرقت معي طول النهار، حاول من خلالها أني أنا أعدل سلوك هذا الطفل. اليوم من خلال عملك ومن خلال الحالات اللي عم تجيكم، اذا حبينا نقول قد ايه نسبه النجاح بخطط التدريب اللي تبعتوها؟ قد ايه عدد الاطفال اللي كان عندهم مشاكل وتجاوزوا هاي المشاكل؟ وجربتوا عمليات الدمج ضمن المدارس؟ هلا شوفي، عدد ما فينا نحصي لانه الحمد لله نحن دائما على المدار العام انت عم تستقبلي حالات. تمام. نحن كثير حابين نسمع انه نتائج كثير حلوه. نتائج حوالي 80% نحن في عنا نتائج ناجحه عم نلمسها لمختلف الحالات. الدمج اول نقطه نحن بننصح فيها الاهل، اول ما بفوتوا لعندك روحوا سجلوا الابن مباشره بالمدرسه. في اهالي بتوصلك الولد صار عمره صف رابع وهن سنه محاطينه وسنه مغيبينه، يوم بيبعتوه وعشره ما بيبعتوه. نحن بنقول لهم اهم نقطه الطفل يكسبها هي التواصل الاجتماعي مع الاطفال. لما هو بيتواصل مع رفقاته، لما هو بيلتزم بنظام معين، فهو قديش بحقق فائده. يعني في حاله قريبه جدا ما صار لزمان كثير لقينا تحسن، بس لانه البنت فاتت على المدرسه، لانه صار في احتكاك بالمجتمع، صارت عم تقدر تكسب لغه وتكون لغه من خلال وجودها بين الاطفال، من خلال التزامها بنظام معين. يعني اول كلمه سالنا الام امتى بنتك بتفيق، كونه هي ما عم تبعتيها ما عم تداوم، 10 11 طيب شو بتقعد بتعمل؟ بتقعد بتتفرج على التلفزيون. طب هذا الطفل او هي الطفله كيف بدهم يكونوا لغه اذا هن لا عاد في روتين بحياتهم، ما في نظام صحي عم يمشوا عليه، وبنفس الوقت ما في تفاعل اجتماعي عم بيتعرضوا له.
بتقلي انه راحت ما قدرت تتفاعل دراسيا. لو ما قدرت تتفاعل دراسيا الجوانب الدراسيه هي لانه في عنده صعوبه معينه، هي شغله الاخصائيين انه هن يدربوها ويساعدوها لحتى هن توصل لمرحله معينه. بجوز يلاحظوا عليها ملاحظات هي الام ما ملاحظتها عليهم. تمام. خلينا نحكي على نقطه او نوهتي لها هيك من شوي، ولكن خلينا نركز عليها وهي كثره تعلم اللغات. يعني باول 5 سنين مثل ما ذكرتي ببدايه الحديث انه الطفل هو اسفنجه، فنحن فينا نعلمه انجليزي فرنسي طبعا. اللغة العربية طبعا. كيف طرق التعلم؟ يعني عم نشوف انه يعني بيبدع بالانجليزي اكثر من العربي، او بصير عنده يعني صعوبات بنطق بمرحله بس يفوت طبعا. على المدرسه بتلاقيه بالبيت ما احلى، بس يفوت على المدرسه بصير عنده صعوبات بالنطق صح. من وراء يعني كثرت او بيتلعثم من كثره المعلومات او ضخ المعلومات طبعا. هل ضخ المعلومات صح؟ صح، ضخ المعلومات بس لعمر معين. يعني نحن برجع بركز على اللغات، انه اللغه دائما هي المعلومه اللي الاهل بيجهلوها، انه نحن لبعد سنه ونص سنتين لنقدر ندخل لغه ثانيه على الطفل. ما قبل هيك مو صح. هي الشغلات نحن تعلمناها بكتب التربيه انه بدك اقل شيء من عمر سنه ونص تبلشي تدخلي لغه ثانيه على الطفل، لانه الطفل لحد عمر السنتين بيكون اكتسب من اهله حوالي 2000 كلمه. هدول ال 2000 كلمه شو هن؟ هن لغته الام، خلص اكتسبهم صار قادر يحكي لغته الام، هو لحاله بيقدر يعطيكي الضمائر، يعني هو لحاله بيقول لك هذه كتابه كتابي بدون ما انت تعلميه هذا الشيء. بس وين المشكله عم بتصير؟ اللغه الانجليزيه اسهل بكثير من اللغه العربيه. تمام. بالتالي لما نحن عم نعرض الاطفال لها قبل اللغه العربيه عم يصير عندهم صعوبه جدا بتكوين اللغه العربيه. الطفل بعد السنه ونص قادر تعلميه لغات قد ما بدك. كثير بنشوف فيديوهات لاطفال من عمرهم 5 سنين بيحكوا 4 لغات وبيحكوا 7 لغات، هذا الشيء كثير صح، لانه طفل هلا كنا عم نحكي انه هو اسفنجه بالخمس سنين بغب، بس ايمتى؟ لحد ما انا خليني نفذ انا السنه ونص الاولانيات من حياه الطفل، خليه يكتسب فيهم اللغه الام الصحيحه اللي انا بدي اعطيها، وبعد منها بقى انا في عندي 3 سنين ل4 سنين انا قادره قد ما بدي انا خليه يكتسب لغات وخليه يحكي فيها. تحتفظ الذاكره بهدول اللغات كل ما كبر؟ طبعا. هلا هي النقطه جدا مهمه ما حكينا عليها، انه هي نحن عندنا شيء اسمه الذاكره العامله بموضوع صعوبات التعلم، هي اهم نقطه نحن لازم نركز عليها. لما انت عم تبلشي تعطي الطفل معلومه وهي المعلومه عم تتخزن، معناتها انا بعرف انه الذاكره عن طفلي هي ذاكره صحيحه وعم تشتغل بطريقه صحيحه. الذاكره العامله هي الذاكره اللي بتقع بالنص ما بين الذاكره قصيره المدى اللي هلا عم تاخذ المعلومه، وهي اللي بتساعدها توصل للذاكره بعيده المدى لتصير هالمعلومه مخزنه بشكل كامل. نحن شو المشكله اللي عم نلاقيها مع الاطفال؟ انه هالذاكره العامله عندهم هي ذاكره بطيئه، يعني ما لهم عم يقدروا يخزنوا المعلومات لاكثر من مده 5 دقائق. هذا امتى بيصير؟ بيصير بحشو المعلومات الكثير عند الطفل بدون وسائل، بدون اساليب، فقط تلقين تلقين تلقين. كثير امهات بتقول لك والله عم درسه بس ماله ما عم يتجاوب معي، حفظه بيروح ثاني يوم بيقدم الامتحان نسيان. هلا نحن شبهنا القصه انه اسفنجه بس تمام. في مرحله الاسفنجه ما بقى فيك تحمليها يعني من كثر المي، خلص وصلت لمرحله انه خلص يعني تمام. حكينا بموضوع الذاكره، نحن كيف اليوم قادرين نحفز عن الذاكره عند طفلنا؟ كيف تمام. قادرين نرجع نخليه من اول وجديد تقوى الذاكره عنده؟ في الموضوع الغذائي قد ايه مهم بهي القصه؟ موضوع الغذائي جدا جدا مهم، بيلعب دور ان انا اهتم بغذاء الطفل، كاسه الحليب الصحيه اكيد، بالشغلات المتاحه انا ضمن ايدي، ما بين خضروات ما بين الخضروات، ما يعني انا حاول نوع. يعني احنا اليوم كثير بنعتمد على الفاست فود، بنعتمد على الاكلات الملونه اللي الاطفال بحبوا يشتروها، يعني هي نحن صح نخليها للطفل اكيد بس بقدر معين مو بقدر كبير، لانه حتى هي في كثير دراسات تثبت انه هي كثره مضر لصحه الطفل، مضر للخلايا الدماغيه عند الطفل، بعض منها مسرطن. قديش نحن مهم اليوم نركز صح. على 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 غذاء طفلنا. بالاضافه لموضوع الذاكره، نحن في عندنا شيء اسمه تمارين الذاكره، العاب الذاكره، وهي شغلات بسيطه موجوده بكل بيت. يعني انا قادره اليوم من بطاقات اكشفهم قدام طفلي ورد ارجع اخفيهم واقول له شو كان موجود بهي اللعبه، شو كان موجود بهي الصوره، شو كان موجود بهي البطاقه. يعني اول شيء الام بتحاول تقضي وقت ممتع مع طفلها، بالاضافه لانه الطفل ببلش نحفز الذاكره عنده، هذا الشيء بيساعده ضمن لعبه وبيساعده اذا منسقط هذا الشيء بيساعده ضمن دراسته بالمرحله القادمه. تمام. بيان بالختام، دائما بنشوف الولد الثاني لما بيجي
الولد الاولاني بصير خلاص بصير بيبي صغير بيرجع في غيره وبصير في بيحكي مثله بيتصرف مثله وبتستمر حتى بالمدرسه. خلينا نحكي عن هي الحاله اذا بتريدي بالخطاب. الغيره هي موضوع قوي جدا جدا وهي وشائع وهي من اكثر المواضيع يلي بيتاثر فيها اطفالنا وبيتاثروا دراسيا بتاثر على ناحيتهم الدراسيه. يعني الطفل اجباري اي حدا فينا هي الغيره موضوع فطري، اي حدا فينا لما بيكون تسليط الضوء عليه والاهتمام عليه وبيجي بحس اجى حدا يشاركه بهذا الاهتمام هون بيشعر انه الموضوع خلص يعني ما انا ما عاد احسن صار خارج عن ارادتي. تمام بتبلش عنده السلوكيات العدوانيه تظهر، قد يبلش انه هو يتاخر دراسيا، قد يبلش يقلد البيبي الصغير مثل ما ذكرتي بده رضاعه مثله، بصير بده يقضي وقت مع امه مثله. اهم نقطه نحن فينا نسيطر عليها بانه هذا الطفل يقضي وقت اكبر مع امه. صح. بانه هذا الطفل نحاول قدر الامكان نفعله بانه هو يخدم اخوه الصغير، يشارك بعمليه تغيير البامبرز، يشارك بعمليه الرضاعه تبع هذا الطفل. لما بصير في روح تشاركيه ما بين الاطفال فحتما نحن بنقدر نسيطر على هي المرحله قدر الامكان. اكيد بيان معلومات كثير مهمه وكثير مثل ما قلت لها اخر سؤال كثير حلو، يعني هو مشكله عند الامهات كلها يعني عم بيعانوا من هي القصه. بعض الامهات عم تروح لقصه العنف مع الطفل الثاني بسبب الضغط يعني عليها بالنهايه يعني. مع الاسف إنه وقفات ثانيه بصباحات. شكرا لك يا بيان. شكرا لكم لاستضافتكم.